هو هو يريد بنيامين نتنياهو لا يجرؤ ولن يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية بعملية عسكرية حقيقية، لن يجرؤ على ذلك. لكن السؤال هو، يعني أنا أحيانا أستشعر أن كلنا نضع العرب أمام الحصان، نتنياهو يريد أن يتحدى العالم فليفعل ما يشاء، بس أمريكا لو خدت قرار بأنها توقف بالفعل الدعم اللوجستي ودفع المساعدات المالية وتصدير السلاح لإسرائيل، يبقى نتنياهو هيصبح مجبر على إيقاف هذا العدوان. لكن مسألة الحديث من البيت الأبيض أو سكرتارية الخارجية أنه يجب على نتنياهو أن يتوقف، نتنياهو مش هيتوقف. يعني إيه اللي خدته الإدارة الأمريكية من شأنه يشكل ضغط على هذه الحكومة؟ يعني هو بالأساس يعني الكلام الذي تتكلم به أنت تتكلم بالصوت العربي، يعني كأننا نحن نريد أن نقول أننا عندنا مشكلة وعلى أمريكا أن تحل لنا هذه المشكلة. لا، أنا ضد الفكرة دي، يعني ضد فكرة أنه على أمريكا أن تقوم بالحل. أنا بتساءل أنه الحل الفعلي هو الرفض الفعلي الذي مارسته حماس حتى اليوم. حماس تريد أن، يعني يجب أن نقول الكلام بكل معنى الكلمة، نحن نذهب ونتحدى نتنياهو ونتحدى العالم، وكأنه حماس الذي تمسك الورقة وتحجز الأسرى وتفاوض من أجل حماية السنوار هو الأساس في عملية إبقاؤها في السلطة والابتعاد عن الحل العربي الاعتدالي التي كانت مصر جزءا من هذا الحل. الذي تقول يجب أن نضع حلا نهائيا للأزمة والإهانة الفلسطينية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني في هذه الفترة بالذات، النكبة الثانية 6 أشهر الجميع تخلى عنهم، نحن يجب أن نثبت الدولة الفلسطينية، أن لا نعمل حلول، هذه الحلول تساهم وتساعد التطرف الإسرائيلي لمصلحة رفح أو لمصلحة غزة، وننسى فعليا القضية الفلسطينية. نحن لدينا مشكلة أساسية هي مشكلة فلسطين وليست مشكلة رفح أو المؤن كويس. أو التبادل أو الأسرى. خذ أسرى على قدر ما تستطاع. اليوم يوافق نتنياهو على إخراج 700 أسير مقابل 40 أسير، ولكن هل فعليا نحن وصلنا لتحقيق ما يريده الفلسطيني من أجل إعادة الاعتبار والإهانة الذي تم إهانته لهذا الشعب الذي يعاني اليوم من الجوع والبرد والحر؟ نحن أعدنا الأسس التي كانت حماس تفاوض من أجلها، أنا أريد أن أكون في المفاوضات. إذن المشكلة على السلطة، المشكلة على المكان. ما هو الحل الذي يمكن أن يكون بيد حماس؟ لماذا لا توحد حماس قدرتها وسلطتها مع المجهود العربي الاعتدالي في بناء قوة فلسطينية وموقف فلسطيني يستطيع أن ينهض وأن يقول للعالم أن هناك قضية وهناك شعب؟ ليس المشكلة بحماية من هم جالسون في الأقبية وهذا يعتبر انتصار، والشعب الفلسطيني اليوم يقاتل من أجل كيلو طحين، وبالنهاية تحمل مصر مفتاح رفح لأنها هي التي لا تريد أن تدخل أي مؤن إلى غزة، وهذا كلام غير صحيح نهائيا، لأن محطة العبور هي ليست بيد مصر، والاتفاقات هي كانت مع السلطة الفلسطينية، وعند الانقلاب على السلطة الفلسطينية أصبحت بيد حماس.